نتواصل مع انطلاق الكبار، ولكن المسافة هي 6 كيلومترات. نعود إلى أفضل توقيت سجل حتى هذه اللحظة. التوقيت الأفضل توقيت القاضية لسالم بن جبران المري صاحبة الشوط الأول للبكار المهجنات، 9:23. جزئين من الثانية هو التوقيت الأفضل حتى انطلاقة هذا الشوط، الشوط 12. نبحر مع هذه الأسماء الكبيرة، نبحر وننطلق مع الزمول المهجنات التي تندفع باحثة عن الفوز. سيارة رصدت لمن يفوز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة حتى المركز العاشر. أعود في هذه اللحظات لأتواصل مع هذه الأسماء المتواجدة، أعود للتعرف على مقدمة الشوط. أعود إلى المقدمة، محير على مقدمة الشوط عمر بن خميس بن عتيق الرميثي على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني اليم سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري على ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث، التواجد في هذه اللحظة لشاهين عنزام بن محمد النعيمي، رابعا مفجر خلفان بن محمد الغفلي يليه في خامس المراكز مكلف محنى بن ميه العفاري هنا في خامس المراكز، نتمنى له التوفيق. وفي هذا الشوط المركز السادس، المركز السادس يحمل الرقم 10 صوغان سعيد بن خلفان المنصوري، وسابعا في انطلاقته هنا ربدان حمد بن محمد بن قعيس المري، يليه في ثامن المراكز الحنيش محفوظ بن خميس الينيبي، وتاسعا الفارس هادف بن محمد العامري، هادف بن محمد الكربي العامري. وعاشر المراكز، عاشر المراكز مصيحان لحمد بن سعيد بن دهمة المري. إذن مصيحان على عاشر المراكز يا راعي مصيحة. هذه الأسماء المتواجدة في هذه اللحظات، هذه المسائل، الأسماء المنطلقة والباحثة عن الناموس، الباحثة عن السيارة، الباحثة في آخر أشواط الزمول المهجنات في هذا الصباح ومسافة 6 كيلومترات. هذه انطلاقة متميزة. المقدمة اليم سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري يبدل وينتقل في هذه اللحظة مع اليم في هذا الانطلاق المتميز في تحديات الكبار والأسماء الكبيرة المشاركة في هذا الشوط، الأسماء التي حملت في طياتها الكثير من الإنجازات. هذه الزمول، هذه الأسماء الكبار، هذه الزمول، مسافة الكبار 6 كيلومترات. إذن الانطلاق اليوم سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين عنزام بن محمد النعيمي يبدل في هذه اللحظة وينتقل إلى المقدمة، وانتصاف المسافة 3 كيلومترات المتبقية عن الناموس. هذه الزمول المشاركة، هذه الزمول المندفعة في هذا الشوط، هذه الزمول بأسمائها الكبار، هذه الزمول لو نتصفح التاريخ لنجد في سجلاتها الكثير من الإنجازات. نعم، كل اسم يبغي لك كتيب كامل، كل اسم من هذه الأسماء المشاركة له سجلات حافل. ما وصل هذا السن وهو يشارك في هذه الرياضة العربية الأصيلة إلا وله سجل حافل. يا سلام. المركز الثالث مكلف محنى بن مية العفاري ينطلق بهذا الشعار الجميل، ينطلق ويترقب الموقف في ثالث المراكز. المركز الرابع مهدي على رابع المراكز سعيد بن محمد بن حمد بن قطامي العامري على رابع المراكز، يندفع في هذه اللحظة على رابع المراكز. المركز الخامس محير عمر بن خميس بن إذن رابع المراكز الشجاع يتجاوز أحمد بن محمد بن كراز المهيري،
المركز الرابع من واقع الشعار طبعا، المركز الخامس محير عمر بن خميس بن عتيق الرميثي، سادس المراكز يتواجد في هذه الانطلاقة مفجر خلفان بن محمد الغفلي، وسابع المراكز شاهين عنزان بن محمد النعيمي، وثامن المراكز مرهي عبد الله بن علي بن محمد بونواس الكتبي، وتاسع المراكز الفارس هادف بن محمد الكربي العامري، وعاشرا براق سالم بن محمد بن خزينة. إذن الأسماء العشرة في ندائنا الثاني، ها هي انطلاقة الكبار، الكوع الأخير، المنعطف الأخير، المنعطف ما قبل السيارة، اليم على الصدارة وعلى المقدمة وعلى صدارة الشوط، يندفع اليم. سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري في هذه اللحظة يتواجد وينطلق ويسير في هذه المسيرة كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، اليم على المقدمة، سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، وثاني المراكز في تواجد لشاهين عنزان بن محمد النعيمي، وثالث المراكز الشجاع أحمد بن محمد بن كراز المهيري، وهنا التجاوز والانطلاق لمرهي عبد الله بن علي بن محمد بن واس الكتبي، وخامس المراكز ينطلق الفارس هادف بن محمد الكربي العامري. يا سلام، وصل مقصص، سعيد بن سيف بن حسين العليلي. خلوني مع المقدمة، خلاص الكيلومتر الأخير يا بن مية، الكيلو ما بعد إلا الناموس. صاحب السيارات كما أطلق عليه بن مية، صاحب السيارات في المقدمة اليم سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، يندفع في تحدي الكبار، في انطلاق الكبار، أبناء قطر، أبناء الشحنية يعقدون الآمال في هذا الشوط مع انطلاقة اليم، ولكن الخطر قادم، الخطر من مقصص، يا المري، السيارة، بتروح يا المري، يا سلام، مقصص يا سلام، مقصص على المقدمة، غير في هذه اللحظة، سعيد بن سيف بن حسين العليلي يبدل وينتقل بشعاره مع مقصص على مقدمة الشوط، الأربعمائة متر الأخيرة، طار بالسيارة مقصص، سلالة مقصص، أداء مقصص، انطلاق مقصص، يا سلام على مقدمة الشوط، مقصص في هذه اللحظات يعبر بالسلام ويعبر بالفوز ويعبر بالناموس وياخذ سويك السيارة. مالك سعيد بن سيف بن حسين نعيمي، يا سلام، تهانينا العليلي، نعم العليلي سعيد بن سيف بن حسين العليلي، تهانينا والناموس لمالك مقصص سعيد بن سيف بن حسين العليلي، تهانينا والناموس. المركز الثاني اليم سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، ثالثا جار الله بن عقيل المري مع ثالث المراكز، رابع المراكز، الرهيب، لا هذا ثالث المراكز، جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث شديد سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، رابع المراكز شعار بن عقيل الرهيب، جار الله بن محمد بن عقيل. 9:49 جزئين من الثانية توقيت مقصص، تهانينا والناموس لمالك سعيد بن سيف بن حسين العليلي، تهانينا والناموس. المركز الثاني بيشوف ثالث المراكز، 9:00 في هذه اللحظة يصل اليم، 9:52 ست أجزاء من الثانية اليم سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، هذا ثالث المراكز اللي وصل في ثالث المراكز، نعم 8:53 ثمان أجزاء من الثانية، شديد سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.